اسم الأغنية أصلا اللي نزل 3 ساعات متواصلة هو كفيل، هو كفيل يعني يوضح الموضوع رايح فين. ده ممكن يكون سببه جذب الانتباه أو حابين إن التغطية تشد، زي ما احنا كلنا قاعدين بنتكلم. يعني أنت سألتيني عن موضوع، حد تاني هيتكلم عن موضوع، حد تالت، الأغنية تنتشر وهتتسمع أكتر. اشتغلت على أول حاجة كليباتي وابتديت أعملها بنفسي عشان أحط برضو الشكل والخيال اللي أنا عايزاه، لأن لما كنت بروح لمخرج تاني قال لي بيقول لي حاجه مش في دماغي. يعني اول حاجه عملتها تفاصيل حياتي، انا مش على قد انا فنانه شامله، على قد ما انا فعلا انا الحاجه اللي بعملها بكون حباها، مش دخلها حشريه. يعني انا عملت كليب للاستاذه الفنانه العظيمه اصاله، انا بالنسبه لي شامخ، عمل ترند على مستوى الوطن العربي كله من اول يوم. في عز ما كانت الاغنيه الشعبي هي رقم واحد عندنا. على كلنا انا عاشق ومن سمعك انا عاشقه. نهال برحب بيكي معايا فانتيك وبقول لك الف مبروك. النهارده مؤتمر صحفي لشركه العندليب وكمان انت مخرجه الكليب، فكلميني كده عن التجربه. واقول اصلا لما اتعرض عليك الاغنيه فعلا كنت متحمسه ان انت تخرجي لها؟ اولا ان استاذ محمد شبانه طبعا هو انه يكلمني بنفسه وان هو يطلب مني ان انا اعمل كليب بتاع محمود راتب، انا بالنسبه لي ده كان اوريدي حاجه كبيره جدا، لان هو الحمد لله تعليه اول مره كلمني فيها قال لي انا شفت حاجات مش شفتهاش عند مخرجين كبار. فطبعا ده بالنسبه لي كان شيء يشرفني جدا. وكنت لسه مخلصه كليب عكس ظنك، وكليب عكس ظنك مونتاجي واخراجي، وكنت عامله فيه تفاصيل كتيره قوي لان كنت براحتي بقى انتاجي، فانت بتعملي الحاجه بتعملي حاجه مزاجك، ما حدش مثلا بيضغط عليكي في حاجه او بيقول اعمليها بشكل كذا او كذا، لان ساعات بيبقى في كلاينتس او مطربين او فنانين بتتعاملي معاهم بتضطري انك تدخلهم احيانا في شويه طلبات ليهم عشان تبقى عايزه تحقق لهم اللي نفسهم فيه. ولكن لما بتسيبي الفيجن بتاعتك كامله وبتسيبي بفكرك لوحدك بتقدري تطلعي حاجه مختلفه. فكان هو لسه جاي لي بعدها، فطلبه كان الوحيد ان هو يتعمل لمحمود حاجه مختلفه، وانا اشتغلت على ده واشتغلت على الكونسبت نفسه وعلى الصوره النظيفه، لان احنا مهم قوي ان في تاتشز معينه كده في الصوره وفي الالوان انا ببقى مايله ليها يمكن. فما اعرفش، الحمد لله اتوفقت وقدرت اطلعها مع محمود. مش كل الناس تعرف ان نهال مخرجه، يعني عارفين نهال المطربه، بس ايه اللي خلى نهال اتجهت لسكه الاخراج اصلا، او ان انت تعملي كمان تجربه اخراجيه؟ طبعا انا بحب المونتاج من أنا صغيرة جدا، وكنت دايما بعمل حاجات لنفسي كده، ببقى عايزة حد الأول طبعا يمنتج، تروحي لحد يبقى مش فاضي، لا خلاص أنا اتحط بقى عندك بقى إيه حاجات زي ما تقولي بتواجهك بقى في حياتك، يعني حد مش فاضي، تفضلي قاعدة مستنية، يضيع منك الوقت، تنزل حاجة شبه اللي أنت كنت عاملاها. فابتديت أشتغل بالظبط، ابتديت أشتغل على نفسي إن أنا أمنتج حاجتي. بعد ما منتجت ابتدى يتكون عندي فيجن إخراجية، لأن أنت لما بتمنتجي حاجة بتحطي دي جنب دي وبعدين دي بعد دي تتخيلي وتشوفي وتزودي، فابتدت الرؤية الإخراجية تحصل، هي ده تلقائي. بصعيد طبعا أنا دارسة إخراج، يعني أنا خريجة كلية إعلام قسم إذاعة وتلفزيون، فدارسة إخراج يعني برودكشن وإنتاج وكل حاجة. فاشتغلت على أول حاجة كليباتي وابتديت أعملها بنفسي عشان أحط برضو الشكل والخيال اللي أنا عايزاه، لأن لما كنت بروح لمخرج تاني قال لي بيقول لي حاجة مش في دماغي. يعني أول حاجة عملتها تفاصيل حياتي، الكليب الدراما اللي انا قاعده على كرسي على مسرح فاضي خالص، فكرتي انا، مونتاجي انا، كل حاجه. نهال كمان تحب ان انت يتقال عليك الفنان الشامل زي تامر حسني، يعني الف ومثل واخرج، تحب ان انت يتقال عليك كده؟ انا مش على قد انا فنانه شامله، على قد ما انا فعلا انا الحاجه اللي بعملها بكون حباها، مش دخلها حشريه. يعني في ناس بتدخل الحاجات دي ساعات حشريه فعلا، ولكن طبعا مع احترامي للجميع الاهم حاجه التالنت وال 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 والنتيجه. يعني النتيجه هتدي، يعني مثلا انا عملت كليب للاستاذه الفنانه العظيمه اصاله، انا بالنسبه لي شامخ، عمل ترند على مستوى الوطن العربي كله من اول يوم. في عز ما كانت الاغنيه الشعبي هي رقم واحد عندنا، ولكن اغنيتها اغنيه خليجيه وترند على مستوى العالم كله بمصر، فيعني كان بالنسبه لي اداني ثقه في نفسي واداني دعم وادتني دعم كبير صراحه، والحمد لله من بعدها انا. نهال معروفه باغنيه انا العاشق وكان يا مكان، يعني اغاني حلوه جدا. اختفيتي شويه لفتره ورجعتي تاني بعزيز الاكتئاب وغيره وغيره من الاغاني، ايه سبب اختفائك وغيابك عننا؟
زي ما قلت انا بنتج لنفسي، وانا ما كنتش بغيب، بس يمكن كنت بعمل عمل واحد وبسقف بايدي ورجلي زي ما بيقولوا طول السنه. لكن انا السنه دي الموضوع كان مختلف صراحه، كان يعني في جندي مجهول طبعا خطيبي مروان فادي، هو فضل معايا لغايه الحمد لله احنا لسه متجوزين قريب. مبروك يا رب، بارك فيكي، ميرسي. بس هو كان الجندي المجهول زي ما بيقولوا، يعني فعلا انه يلا اعملي. فاول سنه كنت اعمل اعمال يعني حوالي 5 اعمال ورا بعض. بما ان نهال معايا، ما ينفعش مع يعني ما اسالكيش عن فكره الازمه اللي حصلت بسبب اغنيه روبي. انت في مجال الفن فلازم تقولي لي رايك، شايفه ان اصلا في ازمه ولا الاغنيه عاديه وما فيش حاجه؟ هكلمك بكل صراحه، يعني انا اسفه طبعا، بس انا ما سمعتش الاغنيه اصلا. يعني انا اسفه، هقول لك ليه. ان الاسبوع اللي فات كله كان عندي تحضير شغل، حتى ما عرفتيش الكلمات بتاعتها. هم كان الجدل اصلا على الايحاءات والكلمات بتاعتها. هو الترمينولوجي يعني الجمله اللي اسم الاغنيه اصلا اللي نزل 3 ساعات متواصله، هو كفيل يعني يوضح الموضوع رايح فين. ولكن انا ما اقدرش طبعا اعلق عليها لان انا اصلا ما سمعتهاش، يعني لسه ما سمعتهاش. بس يعني اتوقع ان ده ممكن يكون سببه جذب الانتباه، او حابين ان التغطيه تشد زي ما احنا كلنا قاعدين بنتكلم. يعني انت سالتيني عن موضوع، حد تاني هيتكلم عن موضوع، حد تالت، الاغنيه تنتشر وهتتسمع اكتر. سلافي يعني اللي بتحضري له؟ بحضر اغنيه جديده اسمها مود جاحد. مود جاحد ان شاء الله تبقى مختلفه، هي مختلفه في كل حاجه، حتى مختلفه في الشكل، مختلفه في شكلي انا شخصيا، وفي الاوديو وفي كل حاجه. بتحضري ايه يعني امنيتك ايه ل 2024؟ نفسي ان شاء الله باذن الله اعمل حفلات باذن الله ان شاء الله، ونفسي اعمل كليبات في كذا، عندي كذا حاجه ان شاء الله. هغنيها لك طبعا حالا. ماشي. على كلنا انا عاشق، ومن سمعك انا عاشقة، وكان قلبي انا البادئ، مدام بنحب مش فارق، وايه يعني لو العشاق في دنيتنا يزيدوا 2، وايه يعني لو الدنيا دي تسعدنا، ولو ساعتين ناخدهم من الحياة سرقة، ناخدهم من الحياة سرقة. أنا عاشق وأنا